متابعين الكرام، اسعد الله مساءكم وصباحكم في كل مكان وفي كل زمان. اليوم انا معزوم عند صديقي الغالي نايف بن سمير الوصيوص عند البل، ابله هو واخوانه وعيال عمه في قصيمة الشيخ والبطل صامد النصار رحمه الله. وراح تشوفون ان شاء الله تصوير البل وتصوير الحليب وجلسة إن شاء الله بالليل وقصايد وعلوم رجال. انتظرونا إن شاء الله، ويمكن تكون على جزئين. زيارتنا لهم يمكن تكون على جزئين، جزء في العصر وجزء في المساء. شكرا للجميع. الله يبارك فيك يا أبو عبد المجيد. يلا حي. الله يبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حي. يلا حي. يلا حي. الشهر طيب الله يبارك فيك. يلا حي. السلام عليكم. حي الله العام. كيف الحال؟ كيف حالك؟ مبروك. شكرا طيبين. شكرا الله بالخير يا ابو صقر. اهلا والله. يلا حي. شكرا الله بالخير. يلا حي ابو سام. يلا الله يبقيك. كيف الحال؟ ارجع على فرس يمين. الله يبقيك ابو سام. الله يبقيك. انت اخويا. الله يبقيك ويطول في عمرك ويبارك لك في البل اللي هذا حليبها. هذا حليب وهذا سميل. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وهذا الصميل. ولا ترعى غير الله يقلاه. طلع طلع الصميل. طلع خلينا نشوف. اي. اي. ويشرفنا اللي مثلكم وشرواكم. شرواك الطيب. ونعم ونعم. الله يحييك. ونعم حلاب تدر. ونعم حلاب تدر الشرارات. ما عليكم زود. واهل الاصايل. ما عليكم زود. والله يحييك. ابو الممشاك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا شفتوا هذا حليب ناقه واحده. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. شوف. والثاني الصميل برضه جاهز. ويحييك ابو سامي. الله يبقيك ويطرح لك البركه في البل. الله يكرمك. والله جزاكم خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللي عبت الدلايه قبل ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي حليبها قبل شوي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظها لكم ويطرح لكم البركه. الله يعافيك. الله يحييك. عند الذود وعند بلاد الشمال. هذه رعيه العيال السمير الوصيوص. ونعم. وهذه الرعيه الثانيه العيال عمي خضير الوصيوص. ونعم ونعم بالجميع. ونعم بالجميع. والله تروح لكم البركه فيها. الله يكرمك. والحلال واحد. انتم اهل البل واهل الاصايل من قديم الزمان. وخلط مع بعض. حلالكم واحد واسمكم واحد. حلال واحد. الحمد لله. هذا مرتاب الشرارات طال عمرك يصيل من بلا الوصيوص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. البحر هذا وبناته عنده. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الهجن. هذا الهجن. اي نعم. وهذا في بناته موجودات امهات. هذا صيل من حلال الشرارات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وخلى سعد ولد تلمع هم همه عبي ابو علي. ابو علي او نعم احنا مدربين انا يا ابو سامي على طلعان من البل. ما شاء الله. والله صار فيه خلفات والله مقهور. نروح له مقهور يرد لنا. حط راحه. ما شاء الله ما شاء الله. عافيه 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 ابو علي. عافيه ابو عافيه عافيه. يعطيكم العافيه. عافيه احمد. يا رفيقي لا تعلمني ما علمني زماني التجارب للفطيلة من الرجال علمنا اترك اللي بالمواقف عودت عشرة ثماني والروابع بالضعف
غابة عرفيقه يخلفنا. عفراني الله يرضى عليك والله شرف جيتك ونفرح والله بجيتك الله يشرفك وشرفت الشمال كله طال عمرك الله يشرف مقدارك انت احنا عند البل وابو سامي والله انه حقه كبير علينا وله واجب وله احترام تسلم. ومن محبته لنا ومحبتنا له جانا اليوم تاريخ 22/7/1444 الله يطول عمرك وحنا الان شمال السندله والرشيده ما شاء الله جنوب حرة الحرة ايه انا عند عرف حدير هذه ايه نعم هذه المنطقة هذه ايه نعم ونعم ونعم الستين نعم وهذه قصيمة الشيخ صامد بن نصار الله يرحمه ونعم ما شاء الله منه وجبله ما تجي كيلوين الله اللي طال عمرك علومه طيبة ومن الرجال اللي طال عمرك خدم الدولة الله يحييك الله يحييك العفراني سلمت الله يطولك يطلع لك البركه فيها الله كريم والله يحييك ويحيي من يسير ويحيي من يجينا على اللبن وعلى الشحم وعلى اللحم نعم والله ابو فهد ويستاهل العفران ونعم الله يحييكم سهل ونطيف بس بس بس, بس نعم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا هلا يا هلا يا رفيقي لا تعلمني ما علمني زماني التجارب للفطينة من الرجال يعلمنا اترك اللي بالمواقف عودت عشرة ثماني والروابع بالضعافة عرفيقه يخلفنا مباركه الشرف لي اليوم طال عمرك اني اشوفكم واسلم عليكم وتلفيكم بمحلنا وبالشمال واكرمتونا من الان بحلي بلبل والتمر الخلاص والرجال النشامه يستاهلون والله وان شاء الله بعد السمره الليلة ان شاء الله يصير فيها قصيد وفيها سوالف رجال وفي علوم الغانمه وابو صقر والربابه اي نعم ابو صقر جايب لنا الربابه اليوم على بيض وجهه نبي نعلمها السلام عليكم ورحمة الله. السلام هلا أبو سعد. مساك الله بالخير أبو عبد المجيد. الله يمسيك بالنور. أنا أخوك العفراني وزايرك الليلة. ونعم والله يحييك. عند ابن الوصيوس كلهم. حياك الله. اللي يشرفون وسمعتهم تشرف. ما. تشرف قبيلة الشرارات كلها وتشرف أصحابكم اللي يعرفونكم من جميع القبائل. ونعم والله ما عليك. وأنا الليلة أزوركم عند البل وهذا شرف كبير لي أنا وأحتفظ بذكريات جميلة لهذه الليلة الجميلة اللي حضرت. عندكم وتشرفت بالسلام على رجال النشامه كلهم الموجودين اللي بيطلعون معنا في التصوير وش كلمتك بهذه المناسبه اول شيء نقول الله يحييك يا ابو سام الله يبقيك العفراني البقمي الله يبقيك حياك الله اخو وعنده هل ومنزلا سهل الله يطول عمرك وربع الشرات يحيون بيك يا هلا ومسهلا الله يحييك عيال الغوب والزوينات والسمول ونعم بجميع وعيال عبيد بصيص ونعم وابو عادل ونعم بالجميع وهذا ربعنا كان لويتهم واخواني كلهم بطلع التصوير الله يحييكم الجميع الله يبقيك كلهم جو منهم علموا بيك اني عازم انا العفراني ابو سامي كلهم جو بس سلام عليك وغير يعزمونك وغير يسووك يا شاي يا فنجان قهوه ومعها كفو يا ابو عبد المجيد انت وربعك كلهم شرارات حلاب تدر اهل الكرم والشجاعه والطيب واهل الاصايل واهل التاريخ المجيد نفتخر فيكم وفي شيوخكم وفي اعيانكم وفي رجالكم كلهم الله يحييك وانا اللي الليله متشرف ومتنومس وحتى حضوري هنا ينومس قبيلتي البقومس هم المنايا ونعم الله وبحتفظ بالذكرى هذه الجميله في قناتي قناه العفران البقمي وفي حسابي على التيك توك هذا شرف كبير وهذا شرف حتى لنا زياره شكرا لك والربع كلهم جيتكم محلنا
اكبر شرف يا ابو سالم. شكرا لكم، شكرا لربعك كلهم. والله يعينك على على المعاناه وخط السفر اللي جيت. لا لا بالعكس، هذه اجمل لحظه اللي اتواجد فيها مع رجال الشرارات في ضيافتكم. والله ما شد الرحال الا انت، طال عمرك تستاهل. الله يعافيك. ومن وفاك واللي انت قدمت وهو وافي ما جل، والله هذا من طيب معدنه هو وفاه. الله يرضى عليك. احنا نقول يا هلا ويا مرحبا. شكرا لكم، تاج على راس. احييك. شكرا. الله يعافيك. احب ابعد لي يا من الفك يا مدرحة الدور، ما احب اجلس مع العالم وفكري شارد عنها. انا اللي ما تفرغ للسفر والشعر والجمهور، في دروس المشارف لين جننته وجننها. هواجس القصيد العذب ما تقلط على المسور، اقلطها على اسمان المعاني قصيدي من كلام الزور، ورقيها على متن الفضا ماني بطمنها. ما تغريني عروض المال الأول مالي ألعب دور، ولا تغريني أصوات الغنادير ومثاتنها. أنا أكثر شيء يغريني شعار البيرق المنشور، هي مني ذكرت الجنة الخضراء وخازنها. أجي في مجلسي اصمت قبل يقف علي الدور، واذا وقف علي الدور ماني باتها وانها. اعبر عن شعوري بس ما اعبر بدون شعور، واحلل كل كلمه قبل تطلع وادمع عنها. ترى الرجال يقدر يدفن اسراره ورا الحنجور، لكن لا مره الحنجور يدفن قبل يدفنها. اخذ حذرك صدور قبور، يا كم قبر يضيق من الجنازة لا تحضنها. لي منك سلكت الدرب وانت ما خذيت الشور، لا تثقف الدروب اليات ساوت لك وتمنها. صحيح ان الغرور بضاعة يبلش بها المغرور، من الماضي لي الحين ما ربحت زباينها. كثير الناس مثل العين اللي تبلش الدكتور، يا منا بلشت علاجها عود يسكنها. حتى القان ظره قرب من النظره على الناظور، وحتى القان ظره بعد من السبع وماكنها. عدلي يا منا الفكر يا مدرحه الدور، ما احب اجلس مع العالم وفكري شارد عنها. انا اللي ما تفرغ للسفر الشعر والجمهور، في دروس المشارف لين جننته وجننها. هواجس القصيد العذب ما تقلط على المسور، اقلطها على اسمان المعاني واعتذر منها. واضمنها على صحة قصيدي من كلام الزور، ورقيها على متن الفضا ماني بطمنها. ما تغريني الله بالخير. يا مساء النور يا هلا، حياك الله. كاميرا العفراني البقمي تتشرف بوجودك معه. حياك الله، وحنا نتشرف بعد بوجودنا معك والله. ودي تعرف المشاهدين على اسمك وتعطينا قصيدة وطنية، لأن الوطن له حق علينا كلنا. فعلا. ونفتخر في وطننا. وولاة أمرنا حفظهم الله. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان اللي حنا فيه. آمين. ويحفظنا ولاة أمرنا ويطول في أعمارهم. وينصر جنودنا على الحد الجنوبي. ويعيدهم لنا سالمين غانمين. آمين. يلا حي. أودي إنك تعرفنا على اسمك. مد الله ربيع الشراري. ونعم. يقولون إني شاعر، وأنا اللي حكم علي المستمع. لا لا والله أنا ما أحكم على نفسي. كفو. وبما أن حنا نعيش الأيام هذه قرب مناسبة سعيدة وطنية اللي هي يوم التأسيس. فيه قصيدة تجديد للبيعة. هذا أبرك سعر. نعم. تفضل. أقول سويت فيك أشعار يا تاج راسي، واليوم أجددها محبه بلقياس، أجدد البيعة بحب وحماسي، وعيد ما قلته من أشعار وإحساس، حيث إن كان نادر قوي المراسي بين البحور الهايجة درع،
والباص ميدعا تبقى على الأرض راسي فعلك ينومسنا ما هو بين وما استقدح براسا ما يجيها العماسي حاضر بحاضر راس من دون كراس حزما وعزم وطيب قلب وسياسي سياسة تبنى على عرف سياسة تهز من تحت رجال الكراسي هز الغصون البايدة كل نسناس حتى يطيح اللي على غير ساس يومن طاح يبشر له بضبه وترباس من طاح والله ما يطيح متواسي عبره غيره تحت الأقدام ينداس واخذت لك من راس راسك تباسي علوم كلي كلها ترفع الراس ورهيت منها لين راح العماسي وقنتها من باقي الوقت بقياس حتى أصبح درسا ومنهج أساسي منهج رجالا تكسر الدرع والطاس من فوق راس الضد ويل ومآسي حتى يتعدل بعد ما كان من حاس حتى يدل الدرب لو كان ناس ويقرأ الفلق ثلاث معسورة الناس وعلمت لك نادر بوقت انقياسي صغير سن وبالفعل فعل قرناس فعله يسرك سعد راسك وراسي فعلا انفخر به ويثبت على أساس هداج ما يشبه ضحاح رساسي عدم بحر فيها السبابيح غطاز زاحم وداحم روس والوقت قاسي ويثني ورا التالي والأرياق يباس راسي صغير سن وبالفعل فعل قرناس فعله يسرك سعد راسك وراسي فعلا انفخر به ويثبت على أساس هداج ما يشبه ضحاح رساسي عدم بحر فيها السبابيح غطاز زاحم وداحم روس والوقت قاسي ويثني ورا التالي والأرياق يباس لا صار منها وللمواقف عماسي وتبدلت عقب الرجاوي بلياس وانصار في بعض الأمور انتكاسي وصعبت وضاق الريع في كل متراس وقام التلاطم والتوى كل عاس ويبست على بيهم ورقب الأفراس والجو كتم والمواسي واسي والراي ضاع وضيعوا دربها الناس في حينها يعطيك موجز حماسي ما هو خطاب إلا فعلا ومقباس فعلا يوطي روس ويهد راسي ويبطل النعرة عدوه إلى داس يكفيه عن تعليم عام دراسي ويراجع حسابه ويرجع بالفلاس وبعدها يعاف حتى الحساسي ويجر ويلاته على كل مرواس وعلى الذي طريق أجل العماسي صلاة ربي عد الرات عافية عافية صح لسانك وبيض الله وجهك وحنا ما خلصنا منك بنعود لك مرة أخرى صح بدنك بنروح لشاعر ثاني ونرجع لك مرة صح أخرى صح بدنك شكرا يا هلا فيك هلا مساك الله بالخير يا مس النور والسرور كبرة العفراني تشرف بوجودك معها ونعم الله يحييك وانت شاعر جزل ونفتخر فيك انك تكون معنا في قناتنا وفي حساباتنا لنا الشرف طال عمرك وتعرف المشاهدين على اسمك طال عمرك ضيف الله محمد السمد ونعم وبيك اكثر عطنا طال عمرك قصيدة اجتماعية اخترنا من الشيء اللي يعجبك واللي انت حافظ والله دام كل ليلة ضيف عند الصيوس وكلهم عزيبك نعم. عندنا بيتين بيهم والله فخر يقول عسى الحياة يما الصيوس لها ذكار وعسى المطر يرتسي عليهم صبوبة أمين. لما تسيل الدار وتربع ديار ويضرب من الغرب ذعاذع هبوبة ناس لهم عندي معزهم مقدار مبطي أبو ثامر وقلبي غدوبة أهل الكرم وأهل المعامير والكار وأهل الوفا والطيب شي الربوبة يا ما برفقتهم دله صاحب وجار وكم من وليفا ألحقوه سروبه تاريخهم يشهد لهم بالذي صار وحدرج مع مشاشة شهد كم نوبة ومهما أقول الهرج ونظم أشعار ومهما تعد الناس شيئا حتوبه منوف يا الأجواد شباب تنار اللي بسوق الطيب سوق شروبه سلامة كفو كفو يستاهلون وصح لسانك وبيض الله وجهك وجهك أبيض يعطيك عافية نبينا قصيدة ثانية اجتماعية فيه غزلك غزل حنا قلوبنا خضر كلام نبي ونادي سعود مرحبا مليون يقول يا عيد لهب الهوى والهوانات ونحرك الغرب يغصون اشجرتها يطري علي من حبها بالملاسات صغيرة تذبح بطول رقوبتها أبو جديلا تحت الأرداف من قاد وليقعدت مثنيا من تحتها والعين عين محشن ساكن الغاد بجبال تبحل سيف ربي نحتها والعنق عنق غزيلا شاف صياد بسهلة وظروف بقع حدتها والعود ريحانا على ساقي العاد مترويا والنهر حدرج نبتها يا عيد لو طولت بوصفها باد كل القصيدة اللي ينشربوا رقتها أتلى الخبر العام يوم الضعنقاد يتلون قطعانا تزيد بركتها البدو ممشاهم على كل معتاد طرد الحياة له بعيد وصلتها يا عيد جيت الدار يا الذيب لعاد ونشدتها يا القرم لي مذكرتها ولقيت في دار القضي تاليا وتات تحت الثرى مدفون عند رضمتها وكتبت مضمون الرسالة ولافات ما تريح المشتاق لو قضبتها ودي بشوفة لو حصل دونها عناد والروح ترخص لجل عين انفدتها وان ما حصل قربه وبدل بالابعاد طير الحرارة وكارها اهجرتها
حظي يا ابو عزوز انا ليه معتاد وحظي مقصر حظي يا ابو عزوز انا ليه معتاد حظي مقصر لو يميني رمتها سلامة وانت سالم وصح لسانك بيض الله وجهك وجهك ابيض شكرا على قصيدك الجزله شرفت فيك طبعا النقل شكرا مساك الله بالخير يا سلمان يا مساء النور يا ابو سامي اخوك العفراني وقد تشرفت بتسيير قصائد معك في قناتي هذا شرف لي والله من اللي شرفنا واليوم احنا نزوركم انت واخوانك عند البل نبيك برضه تعطينا اليوم قصيده ابشر والله يا ابو تفضل اختار لي اللي ودك وانت شرف ومنكم انا انت شرف فيهم الله يرضى عليك وخير ممثل وخير سفير سلم. يا ابو سامي سلم. يعني والله اني صادق ما عليك زود والله يحييك خوي غانم والله انا قصيد واجد لكن اللي حاضر اللي قصيد ولع وتخبر احنا ودنا نشكل تفضل بالقصيد يقول طال الجلوس بجمرة الصيف حمود وسط المدينة وازدحام الحناتير متى على طلعة سهيل بتعود وينشى من الغربي سحاب المبادير دمليت والهاجس تفاكيره انضود عاف الجلوس وينتظر من مدابير سجت قدم يطرب له الراس ويزود مطراش كيفا فوق كيف المباهير وجدي عامسرة وليلا بهر عود والبرق شعشاعة بناله مناوير فوق اشهب المضمون وعهود وعهود من شركته بوراقه ختمة تصادير مجهزا كامل ولا فيه مفقود تشيك طرقيا بعيد المشاوير عدل على التنكين ورها من وقود لين المنابر كلها جت مساطير ممشاه خطعنا الوعر حايدا حود حد السهل من دون خشمة الشناظير خبل الدليلة ما رفق كل مقرود على وقاع الدرب ما به منا تسير ينصبها ديارا لا حبنا زود حبنا ينافس حبها مرتع الذود في مصلحة ميلافة لما المصاغير مصلحة ملاف لما المصاغير تلقى به النوار معلايح عود متعنقن وياه مثل المحاوير يم مبرق القناص والله على حدود قمرة وحوم الويسرة للمحافير فيها عوابالي مريح وجرهود غير الونس ما غير الونس ملاحلة بالضوامير ناخذ بها قطعة ليالي على جود النشامة شرواكم جود النشامة متسرمين المسافير نوبا على هرفي على جال الموجود ونوبا على درة غبوق المباتسير وسلامتكم والله ما شاء الله تبارك الرحمن كاني اتفرج في فيلم الله يبارك بيك ويحييك تصوير جميل سامي شكرا لك مذوق النادر طال عمرك شكرا يا سامي عشنا مع هالجو احنا تشرفنا الليله بشوفتك والسلام عليك من ضمن الرجال النشامه اللي موجودين الليله في ضيافتنا عند نايف بن سمير الوصيوس ابو عبد المجيد والله يحييك ولكن المكان اللي احنا فيه الان اللي جالسين فيه الليله الان وبانين البيت فيه الان وش اسمه؟ أول شيء إحنا نحيي بيك باسم المعازيب عيال سمير الوصيوس نعم ويا هلا والف هلا وزارتنا البركة والله يحييك وهذولي طال عمرك شبكتهم والله ما تجيب إلا الأحرار اللي مثلكم وشرواك يا هلا والف هلا أما بالنسبة للمكان هذا فالعارف لا يعرف هذا موقع طال عمرك رمز من رموز القبيلة اللي هي قصيمة صامد النصار أي نعم وأحد قادة حرب الوديعة ورجل موالي لدولته يوم وقت الدولة حس الله يحفظها ويحفظ ولاة الأمر الله يرحمه ويسكن الجنة وهذا هذا اللي عندي الله يحفظه شكرا لك شكرا لك احنا ما كنا نعرف اسم الموقع والمعازيب ما قصروا قالوا العصر ما كان حبينا نسجل معك هذه قصيمة الحمد لله هلا والف هلا بالخير يا مس النور رجعنا لك مرة أخرى وش تختار لنا اختاركم غزلية مثل أبو محمد يا سلام عليك نعم إي والله يقول يلي تناظرني تبي تبتليني وتحدد النظرة على الجرح باسلوب وشلك بحالي لا تبيح كنيني تراي تبت وخايف انعث ما توب يلي تناظرني تبي تبتليني وتحدد النظرة على الجرح باسلوب وشلك بحالي لا تبيح كنيني تراي تبت وخايف انعث ما توب كانت ولا زالت بقايا حنيني تجول بالخاطر وتجنح ابنا نوم نوب لكن نقومها بعزم مكيني وعن الطريق المشتبه نتجه صوب غير ان بعض احيان والله يعيني بمصادفه دروب ومعاتب قلوب في موقف تحتار رجلي وعيني اعرف ولكني على الامر مغلوب تكسر مجاديفي نما وردتين يلي علىها عقد وبلونها يذوب تكفيني انا اجل العيون اعتكيني ترى العفو في كل الاحوال مطلوب تكفين جاه الله بينك وبيني يكفيني الماضي متاهات وذنوب سلام صح 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 والله وجهك احب ابعد يا من قلبك قامت راحه الدور ما احب اجلس مع العالم وفكري شارد عنها انا اللي ما تفرغ للسفر والشعر والجمهور
علي الدور.